ما الجديد في هذا القرار الإسرائيلي بمنع المستوطنين من اقتحام الأقصى في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؟ أليس هذا ما جرت عليه العادة للحفاظ على سلامة المستوطنين والمتطرفين وليس حماية للفلسطينيين وأماكنهم المقدسة؟ مساء الخير لك ولضيفك العزيز. حياك الله. الحقيقة أن القرار الإسرائيلي هو يثبت الدور الإسرائيلي الضالع الرسمي في الاستفزازات التي تجري في اتجاه المسجد الأقصى وتجاه القدس ككل. وإذا كانت إسرائيل تقول بهذا أنها قادرة على أن تمنع المستوطنين من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى في الأيام العشرة الماضية، فهذا يقول إن إسرائيل كانت معنية بدخول المستوطنين حتى الآن في الأيام العشرين الأخرى. ولذلك هذه يعني لعبة بذيئة إسرائيليان، وهي محاولة يعني للاستهانة بعقول الناس. والقضية الحقيقية أن حاميها حراميها. الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع المستوطنين باعتبارهم رأس جسر للسياسة الاستراتيجية لإسرائيل تجاه المسجد الأقصى وتجاه القدس. هذه هي الحقيقة. أنا أتحدث عن مشاريع متراكمة في أدراج المؤسسات البحث الفكري المقررة ذات النفوذ في المؤسسة اليمينية الحاكمة في إسرائيل، التي تتحدث صراحة عن مشاريع تتراوح بين التقاسم الزماني والمكاني كما ذكرت حضرتك. والخيار الثاني الأكثر وضوحا يقول إنه من دون سيادة إسرائيلية كاملة على المسجد الأقصى وعلى باحاته فلن يكون هناك هدوء في القدس. هذه هي حقيقة ما يجري في القدس، وإسرائيل بشكل واضح تقول إنها تنتظر لحظة مناسبة من التوتر، من العنف وسفك الدم وما إلى ذلك، من أجل أن تنقض لتنفيذ مشروعها هذا. ولذلك أنا أعتقد كل المحاولات لتصوير أن هناك يعني أحداث في القدس، ليس هناك أحداث في القدس، هناك حالة في القدس، وهذه الحالة هي حالة احتلال لا زال يعمق وجوده في القدس ويحاول أن يعمق وجوده وأن يحسم موقفه ومشاريعه في المسجد الأقصى أيضا. ولذلك كل محاولة للحديث عن وفد أمريكي وعن تهدئة وعن هذه الأمور، أنا أعتقد أنها ذر الرماد في العيون. علينا أن نرى أن من يريد أن يوقف الاستفزازات المستوطنين عليه أن ينهي الاحتلال في القدس وأن ينهي الاحتلال للمسجد الأقصى. هذه هي القضية الأساسية. القضية الأساسية أننا نتحدث عن حالة احتلال. نعم. أسوأ أنواع الاحتلال في القرن الحادي والواحد والعشرين. ولذلك كل محاولة لتصوير أن القضية هي أن تقوم الولايات المتحدة بالوساطة بين المستوطنين من جهة وبين حكومة إسرائيل من جهة أخرى، بدلا من الوساطة بين القيادة الفلسطينية والقيادة الإسرائيلية وحق الشعب الفلسطيني سنعود إلى الحراك السياسي المرافق لهذه الانتهاكات.